ورحمة الله تعالى وبركاته. معك الدكتورة هاجر محمدي، طبيبة عامة بمدينة مكناس. بالنسبة لفوائد الصيام الصحية على مستوى القلب، فهي كتساعد على تنظيم ضربات القلب، كذلك يعني كتقوي الجهاز المناعة، تساعد يعني في مقاومة الشيخوخة، تساعد في تعزيز تنشيط الخلايا المخ، نضارة البشرة، في خفض السكريات في الدم، كذلك حرق الدهون، انقاص الوزن بشكل سليم. يعني عندها مجموعه الفوائد اخرى صحيه، يعني نقدر نقولوا تريح المعده، يريح المعده الصيام، كذلك تقليل التوتر، تقليل القلق، وتقليل اعراض القولون العصبي. يعني عندها تاثير نفسي على الصحه ديالنا. الصيام كذلك يساعد في خفض ضغط الدم، وله العديد من الفوائد الاخرى. بالنسبه للناس اللي كيتشكاو من الحموضه في خلال الصيام في شهر رمضان، هادو ضروري خاصهم يتجنبوا الماكله اللي فيها الدهون بزاف والسكريات بزاف في الفطور. يعني يفطروا بوجبات، يعني ياخذوا وجبات مقسمه، ما ينعسوش والمعده ديالهم عامره، خاصهم ينعسوا على معده تكون فارغه. يكثروا من تناول السوائل، يتفادوا المشروبات الغازيه، خصهم يتفادوا حتى التوتر، الضغط بزاف خلال اليوم ديالهم، ما يلبسوش ملابس تكون ضيقة. يعني هادو مجموعة نصائح اللي نقدروا نصحوا بهم المرضى اللي عندهم الحموضة، وحتى هما خصهم ضروري يشوفوا الطبيب ديالهم قبل رمضان، خصوصا اللي كتكون عندهم ديك الحموضة يعني كتشكل لهم مشكل كبير، يعني الآلام على مستوى المعدة، خصهم يشوفوا الطبيب باش يقدر يعطيهم بعض الأدوية والنصائح.